بالكرسي تيقول لك الكرسي راه قاصح، ما قاصح، فهو كرسي واعر وما فيش غليساج، ما تيغليسيش. الكاليتي ديال الكوير ديالو رطبه، ماشي داك الكوير الحرش، فهمتي؟ تحس بالموتور بانه جالس على الكرسي، بانك قدك مرتاح، تكايه فيها الضوء، يعني ما تحتاجش انك تشدها وتقبها بداك الفيسوز ولا شي حاجه باش دير فيها شي ضوء زايد ولا شي حاجه. الميزه الثانيه راه كيما قلت لكم، قلت لك ما غتاخذش الموتور 50، غتاخذو اما 125، كتختار انت شنو بغيتي، بغيتي 50، بغيتي 125، بغيتي ما قلت لك ما غتحل لا جروب لا والو، تركب سيلندر كيلاس وانت اليز، تاخذ الموتور ديالك من عندهم من الدار هو هذاك. انا بالنسبه ليا تيبقى احسن موتور في هذه الاونه منين بداو الشركات كاملين، يعني انا ما غاديش قلت لك نتكلم على الشركات اللي هما قبل او لا شركات اخرين، لان انا ما تنديرش مقارنه بين الشركات، وانما تنخليكم نتوما تقارنوا ونتوما ديروا الفرق ونتوما يبان لكم شنو كاين. الا عنده شي كومونتير يقول لي شنو كاين، انا تكلمت بزاف وبغيتكم نتوما تقول لي شنو الراي ديالكم من بعد ما شفتوا الريفيو اللي درت انايا مع السينيماتيك اللي درت في الاول. نتوما تقول لي شنو بان لكم في هاد سميتو كومونتير، ما فين مشاو، شنو بان لكم في هذا الفيديو هذا. واش غادي نقول لكم صراحه، ستيل زوين الموتور ديال، وبالنسبه للبنو ديال الخلف راه عطى واحد الميزه زوينه للموتور، هو انه يبقى ثابت في الارض، يعني الا كان شي فيراج. تحياتي للدراري ديال الشوقي، جمعه خميسات، الله يحفظك الله ينورك خويا الغرفي. ذكرونا اش من قلت لك مدينه نتوما فيها، كل واحد اش من مدينه اللي معايا. تحياتي خويا ايوب من الدار البيضاء، وكاع الدراري تيشوفونا وتبارطاجيو معنا الفيديوهات وتيبغيونا حبا في الله. هذا هو الربح، الهدف ديالي الفوز. انا راه فاش درت القناه ما درتهاش على اني اساس نبيع ونشري، وانما حبا باش نتعرف على ناس اكثر. اللي كان عاجبني انايا هو شحال هادي في 2007 كان جا عندي واحد الصديق من مدينه بونيترانيت، وانما كان عايش في ميريكان، والدري اللي عايش في ميريكان جا دار لي واحد الفيديو، واحد الروبورتاج. كنت شامبيون في سباقات الحمام الزاجل، سباقات الحمام الزاجل كنت شامبيون فيهم. ايوا جا دار لي واحد الروبورتاج في 2006، ولاح داك الفيديو في يوتيوب. فاش لاح داك الفيديو في يوتيوب بقى داك الوقت مشى داك السيد، ما عاودش شفتو مره جايه. مؤخرا في 2020 قلت ليه بغيت نشوف داك الفيديو ديالي فاش كنت صغير، كيفاش انايا كانت والسباقات كيرا، مازال في يوتيوب. كتب غير سميتك راه غيطلع، وداك الشيء اللي كاين كتب داك الشيء هو يطلع ليا الفيديو ديالي. تما عجبني الحال وقلت راه ندير قناه خاصه بالحمام الزاجل، راني تنعطي فيها بعض المواضيع ديال الحمام، وفحالاش انسان ممكن يستافد في الهوايات ديال تربيه حمام الزاجل، من ناحيه الاكل، الماكله، الشرب، كيفاش تبريباري، كيفاش توجد حمام سباق، لانه حمام سباق تيكون تقريبا عداء. من موراها منين بديت هادشي ديال لا موطو وعزيز عليا الدومين ديال الدراجه الناريه، حاولت ندير قناه اخرى اللي هي قلت لكم موطوفيلي. بالنسبه لقلت القناه اللي هي ديال الحمام الزاجل فانا مسميها افاق سعد المجامع. دابا حابسها، راه مثلا مابقاش نحط فيها دابا جاي العام، عندي فيها واحد 5600 ابوني، قلت لك شي يبغوني حبا جما. هو عاد حطينا هاد القناه هادي اللي حنا دابا حاليا تنعطيو فيها داكشي اللي عندنا. هو تبارك الله عليكم الدراري، دابا حنا تكلمنا حاليا على موضوع ديال اللي كان سبرينك قلت النجمه، فهو موضوع حساس بالنسبه للناس اللي هما تيبغيو كاتيجوري ديال الموتور الصغار. يعني تنفضل لهم انهم ماشي انهم يفكروا يبيعوا موتورهم باش يشريوا هذا الموتور، وانما اللي بغى يغير وبغى يشري شي موتور، هذا هو احسن موتور اللي ممكن يشريه في هذه السنه هذه. تبارك الله عليكم، في حلقه اخرى ان شاء الله.